في بدايه الخبر كنت قلت لكم ان احنا فزنا كبار وصغيرين. كاميرا الابطال كانت موجوده مع الفريق 18، عملنا التقرير ده، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله على مكسب النهارده كان مهم. الجيم يعني مش هضحك على نفسنا، احنا ما كناش دفاعيا بالشكل الكويس قوي طول الجيم. ان احنا جه على ملعبنا 71 بونت، دي بالنسبه لي انا اداء دفاعي مش كويس. المفروض كنا نبقى احسن من كده، لكن يعني نقول بدايه موسم وماتش يعني فرقه كبيره برضو فرقه سبورتنج، فالحمد لله ان يعني في اخر الجيم الناس ابتدت تركز تاني وان احنا قدرنا نوصل بالجيم للسكور ده الحمد لله. يعني المكسب ده حاجه عاديه، لان احنا دي الاهلي اللي احنا نكسب دي حاجه عاديه اصلا، ومفروض نكسب بسكور كبير لان احنا دي الاهلي ما يفرقش معانا اي فرقه. واحنا الفرقه النهارده ادت اداء رجولي، يعني كل الفرقه ما حدش قصر، اللي بره السكور والجول سكور، فالحمد لله على المكسب. يعني احنا الهدف بتاعنا ناخد بطوله المرتبط، وان شاء الله بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه زي كل سنه النادي الاهلي بيعملها. يعني ان شاء الله احنا لعبنا حلو النهارده الحمد لله. كان اهم حاجه عندنا الديفنس، ما كناش بنخليهم يوصلوا كتير، والفاست بريك دي كانت اهم حاجه عندنا النهارده، هو ده الفوز بتاعنا. ان شاء الله المرحله الجايه نتمرن اكتر واحسن عشان الماتشات الجايه بقى نعلم الاول وما يحصلش اللي حصل تاني النهارده. والله احنا النهارده يعني كان ربنا موفقنا جامد الحمد لله، كلنا لعبنا بروح وباداء، وحتى اللي ما لعبوش اللي كانوا قاعدين في المدرجات كانوا كلنا قلبنا على قلب بعض وعايزين نكسب. يعني الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الحمد لله. اصعب لحظه ما بين الهاف تايم لما كان الكوتش بيشجعنا عايزنا نعلى عشان ده مش مستوانا ولازم نلعب احسن ولازم نبقى احسن في حته ثانيه. يعني برأي الجميع الحقيقه اللي متابعين كره سله، احنا ان شاء الله في النادي الاهلي ما عندناش مشكله 7-8 سنين جايين فلو جامد او طوفان من الناشئين طالع، يعني يمكن هيبقى عند يعني مدير فني الدرجه الاولى هيبقى عنده مشكله، لعيبه كتيره جدا طالعه. يعني الجيل ده مثلا في بيبو زهران، في كريم، في مجموعه من اللاعبين طالعين برضو في الجيل ده، طالعين عقبال ما يوصلوا الدرجه الاولى كمان سنتين ثلاثه هيكونوا اللي قبليهم سبقوهم، فهيبقى في زي ما بيقولوا يعني وفره في اللاعبين الناشئين.